يقول أحد المشايخ يقول والله اليوم الذي لا أصلي فيه الليل وهو حي الآن ولولا أن يكره ذكرت اسمه، يقول اليوم الذي لا أصلي فيه قيام الليل يرتفع ضغطي. يقول عندي شيئين عبد السلام، قيام الليل ودرس المغرب، إذا ما فعلت هذين الاثنين يرتفع ضغطي. شيخ معروف يقول يرتفع ضغطي، ضغطه يرتفع يأكل حبوب، فيقول راحتي وأنسي في هذا.